بما اننا بنتكلم عن علي معلول، خلينا نطلع نشوف لقاء زميلنا كريم احمد من تونس مع علي معلول، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. برحب بيك من جديد كابتن اسلام الشاطر، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني قبل التحرك بقى ان شاء الله باذن الله الى القاهره، معانا نجم نجوم للنادي الاهلي الحقيقه ومنتخب تونس الكابتن علي معلول، اللي بنبارك له النهارده على المستوى وعلى الانطلاقه وعلى الاداء. رساله مهمه جدا يا كابتن علي، هي المباراه الاولى، يعني بتدي رساله لكل الفرق، في رغبه وفي حماس واصرار كبير، لكن التوفيق ما بيكون معانا بتشوف الهدف في الدقائق الاخيره بيكون له مردود كبير جدا. حطينا في الاجواء المباراه الاولى بتمثل ايه للكابتن علي معلول؟ اول حاجه نسلمه على كابتن اسلام الشاطر ولكل الناس اللي حاضره معاه. صحيح بدايه موسم جديده، لقاء دوري ابطال افريقيا، اول مباراه مع اطار فني جديد، روح جديده في الفريق مع الانتدابات الاخيره ومع الراحه اللي كنا اللاعبين الاساسيين كنا محتاجينها واخذينها. الحمد لله اليوم النادي الاهلي برهن مره اخرى انه خارج الميادين يعرف يلعب الكوره اللي هو متعود يلعبها. كان في شخصيه النادي الاهلي وكانت في روح ان احنا اليوم نطلع بنتيجه ايجابيه اللي تخلينا نحضروا لقاء العوده في اريحيه كبيره، وان شاء الله تكون هذه بدايه سنه ممتازه لينا ان شاء الله. على مدار ال 90 دقيقه يمكن كنا حاسين ان الكابتن علي لعب في الملعب ده كتير، المباراه الاخير الكره الاخيره كمان يمكن انت اللي كنت سبب طبعا في الاسيست مع منعم، هل فعلا يمكن سهل عليك الامور شويه ان انت حافظ شويه كابتن علي الملعب مع طبعا مع الفتره اللي فاتت بالنسبه لك؟ اكيد اكيد، عندي لعبت على الملعب هذا عده مرات مع النادي الصفاقسي او مع المنتخب التونسي، كانت في فتره 2015 كنا متواجدين هنا، كان هو الملعب الاساسي. ممكن الشيء هذا يعاونني انه نعرف الاجواء، نعرف الملاعب اللي موجوده في تونس. الحمد لله توفيق اليوم عبد المنعم سجل هدف الانتصار في الدقيقه الاخيره من المقابله اللي تخلينا ان شاء الله كما قلت لك نحضروا للمقابله العوده نتاعنا في اجواء ممتازه ونكملوا بنفس الروح اللي موجوده ان شاء الله. مش هطول عليك، لكن سؤال سريع، يعني شايف المباراه الثانيه هتكون اصعب لان انت عارف خلاص الشوط الاول انتهى هنا في تونس، عندهم رغبه برضه ويمكن كمان يكون جمهورنا معانا كمان، كيف سيتم التحضير وكمان العلاقه الطيبه جدا الحقيقه اللي شايفينها مع مستر مارسيل كولر كانطلاقه ليه في الموسم يا كابتن علي؟ اكيد اكيد مقابله العوده بتكون اصعب، خصوصا انه فريق الاتحاد المنستيري مش يجي لمصر ما عنده حتى حاجه انه يخسرها، مش يلعب الكل في الكل، لازم نكونوا محضرين اللقاء بتاعنا كما يلزم، لازم ناخذوا الامور كانه ما فماش شوط اول لعبناه في تونس، لازم ناخذوا كانه مقابله واحده باش تلعب في القاهره، نحاول ان شاء الله نضمنوا بطاقه الترشح بتاعنا مع كما قلت لك مع اطار فني جديد عنده افكار جديده محتاجه شويه وقت، خصوصا ان احنا اللاعبين اللي كنا متواجدين مع المنتخبات ما كناش عارفين الافكار نتاعو كما يلزم، لكن ان شاء الله مع مرور الوقت نكونوا عارفين ونقدموا ان شاء الله موسم يليق بالنادي الاهلي ان شاء الله. كلام محترم الحقيقه من النجم الكبير كابتن علي معلول، سيظل دائما معشوق جمهور النادي الاهلي كابتن علي معلول. اعتقد كلام مهم برضه بيقوله كابتن علي، اهم ما قيل الحقيقه طبعا المباراه النهارده، ولسه علي كمان هيخش الفتره اللي جايه زي ما حضراتكم بتقولوا، ولكن اهم ما قيل ان احنا خلاص يا جماعه ماتش وكسبنا واللي بعده.